من الشائع جدا ارتفاع أسعار مختلف السلع خلال شهر رمضان، لا سيما الخضار والفواكه وغيرها. ولا تقتصر زيادة الأسعار على هذا النوع من السلع فحسب، حيث تشهد أسعار الملابس ارتفاعا واضحا في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، ما يجعل الإقبال على المحلات ضعيفا نوعا ما. لكن المواطن الغليزاني له رأي آخر، حيث صرحوا لقناة وي بي سي أن الأسعار هذه السنة في متناول الجميع بسبب ما تشهده المحلات من منافسة في الأسعار والسلع المعروضة. السنة رمضان دا مليح في الأسعار في كل شيء، ما الحمد لله يا ربي. بالنسبة للعام اللي فات شوية كان اللي غبنوا فيه ما عيدوش وكاع وما شروا الدراري وكاع، تعرف في السعر شوية كي راه كاينة منافسة شوية قليل، السنة عيد غاية كاع لاباس، مع اللي كاع راهم يفوتوا سلعة وكاع راهم يطلعوها تيك توك فيسبوك كاع، راهي مليحة الحالة السنة. بالنسبة للعام اللي فات السنة الرحمة تاع ربي الحمد لله يا ربي، كان كما العام اللي فات كان شي ناس قال لي ما يعطيكش عيد، بصح السنه الحمد لله يا ربي الاسعار راهم الله يبارك. العام اللي فات انا قشت قام لي 1,500,000 1,700,000، السنه راه كلشي كاين وراي منافسه على القش. انا السنه طاح لي قشي 800، شريت من عند طاهر ما شاء الله. شي كاين خير ربي، اللي ما شراش السنه برك قال لي يلبس، واللي ما اللي عنده يلبس، واللي ما عندوش يلبس قال لي يلبس فاني، والحمد لله يا ربي هذه اللي نقولوها. اصحاب المحلات منهم من استحسن ما آلت اليه الاسعار باسواق الجمله والسهوله في الاقتناء والاختيار، واخرون لم يعجبهم سلوك التجار وجشعهم مستغلين جهل الزبائن عن جوده المنتوجات واسعارها ليرفعوا من ثمنها. سعر تقشنا يا الله يبارك خير من العام اللي فات، سلعه وسومه شابه وخير من العام اللي فات. بارابول العام اللي فات، العام اللي فات كانت شويه نغبنوا في السوق، بصح السنه الحمد لله يا ربي سلعه راهي كاينه، بضاعه كاينه، سومه ما شاء الله. كيما تريكو هذا العام اللي فات كان يدير 260 270، السنه هذه 220 وفيها مساعده ان شاء الله. خاطي هذا العام لي موديل تاع ليتيان وكاع لي زاديداس قوي بزاف، سما من قوي بزاف التجار هادو كبار جماله كبار لي زامبورطاتير انتهزوا الفرصه في هادو لي موديل ولاو يجلفوا، ما نكذبوش على روحنا. بصح هذا العام من قوي لي موديل بزاف، سما كل واحد يلغى بلغاه، كاين اللي يقول لك دخلوا لنا هذاك الموديل تاع سيبر هذه من هذه اطراغود، ولا يحشوها للناس فهمني بهذه الصفه. وحنا يا شباب نقولوا حنا نروحوا وجو خاوتي اللي كما قال لك اللي زعما يخاف خوف ربي وكاع زعما يخدم لي موديل شابين وكاع ويخدم حاجه نقيه، ولا يخدم حاجات على باطا يسمى يصارح خاوته خير من اللي يقول له بلي ودي هذه ببري وهذه ببري. وان شاء الله بربي خاوتي نتمنى لكم الصحه بركه هذاك المكان وصحه عيدكم.